مرحبا بكل اللي بتابعونا عبر شاشة الشروق الفضائية، سعيدين نلتقيكم عبر بدون رصيف، ونحن بنقول بدون حواجز، نطوف في ربوع الوطن المختلفة، نمشي منطقة منطقة نزورها، نعرف طبيعتها، سكانها، ناسها، عاداتها، تقاليدها، إرثها، حضارتها. سعيدين في هذه الحلقة نشد الرحال لشمال السودان الحبيب، وشرق وشمال وشرق يعني. ولما نقول شمال وشرق ونركز علينا مع هن النوبيين، أكيد يطيب لنا المغام إنه ننزل عند هن الحلفاويين. والحلفاويين طبعا يا إخواننا الحديث عنهم هو ماضي مرتبط بحاضر، ماضي في منطقة وحاضر في منطقة تانية، لكن مشوا ورحلوا معاهم إرثهم الثقافي وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم. سعيدين جدا إنه نحن الليلة يكونوا ضيوف عزاز علينا، أو نحن ضيوف على هن الحلفاويين. وضيوفي في حلقة الليلة أنا أتمنى إنه أكون يعني أقدر أحاورهم في الحديث، هم غامات علمية كبيرة. أنا أسعد جدا باستضافة البروف مصطفى عبده. بروفيسور مرحب بك، وسعيدين باستضافتك معنا. مرحبا، يديك ألف عافية. وأيضا تحية للدكتور عفاف شلبي، مرحب بك يا دكتور. أهلا بك. وأيضا ينورنا ويجمل حلقتنا الليلة الأستاذ المبدع عصام ختام، مرحبا بك عصام. يا مرحبتين. الفنان والمهتم بالتراث الثقافي النوبي والحلفاوي على وجه الخصوص، وسعيدين أيضا بالفرقة الموسيقية المصاحبة والاستعراضية اللي بتشاركنا الليلة في سهرتنا. طبعا معروف الفن النوبي عموما هو فن راقص مصاحب له طبول وإيقاعات. الحلفاويين بيميزون إنه الاستعراض بتاعهم هو شباب وشابات بشكلوا ثنائية بمصهر وزي موحد بيمتازوا به. أنا سعيد والله. ونبدأ يعني ضربة البداية قبل ما نبدأ عن الحوار، عندنا الوجبة دي أساسية بتكون معنا في الحلقة، أي حلقة في وجبة من المنطقة. وجبتنا الليلة سعيدين تكون فيها أختنا سمية ماهر. سمية حتورينا بعدين هي عدت لنا شنو حاجة من تراث وأكل الشعبي لهن الحلفاويين وللنوبيين عموما. بروف مصطفى، نحن خلينا نتكلم عن المنطقة، مناطق الحلفاويين، سواء كان في الماضي أو الحاضر. الطبيعة طبعا اختلفت، البيئة اختلفت، المناخ اختلف، كانت كيف وأسا الآن كيف، والإنسان كان بيمتهن شنو زمان أسا الآن بيمتهن شنو. نعم، وادي حلفة. نعم، دائما بيقولوا حلفة القديمة، إيه اللي قدمها؟ وادي حلفة في أقصى شمال السودان متاخمة مع مصر. نعم، فالناس عايشة عيشة جميلة، متآنسين ومتحدين في جو لطيف جدا، اللي هو البحر، أو بيقولوا أنا البحر طبعا هو نهر النيل. نعم، والمنطقة الزراعية وبيوتهم البسيطة، فكانوا عايشين عيشة حضارة. كانوا زارعين شنو؟ بيزرعوا طبعا النخيل اول حاجه، طبعا نخيل موجود، نخيل موجودة طبعا بغطي المنطقه كلها. نعم، وبيزرعوا القمح لانه الاكل الاساسي بتاعته في القمح. نعم، والذره وانواع كثيره من البقول الموجوده في مصر والسودان موجوده هناك، يعني الفول السوداني والفول المصري كله والعدس، كل هذه الاشياء بتزرع، فمكتفين ذاتيا. عشان كده بتلقى يعني عايش مرتاح، يعني ما خايف من المستقبل، يعني عنده البلح. التاجر بيجي بيدي سكر وشاي وصابون وزيت بس، اخر السنه بيمشي يقدر البلح ويجي يدي باقيه. فالزول يعني ما بخاف انه في مستقبل وفي لا، ابدا، مرتاح جدا ومكتفي ذاتيا. كل الحاجات بيلقاها في المزرعه بتاعته، وعنده بقره مثلا. والغريب انه مثلا واحد عنده بقره ولدت، اللبن ده بيقسم على 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 الجيران كلهم. كل ذول صحنه كوريته معروفه بحاجات منه. ما في بيع؟ لا لا لا، بيع ما في. كيف بيع؟ كيف تبيع؟ خيب تبيع اللبن. يا سلام يا سلام. طيب معناتها كلمه البقره الموجوده دي تقودنا لانه في ثروه حيوانيه كانت. ثروه حيوانيه اللي هي بقر بس ولا في ابل ولا؟ لا، ابل ما كثيره، لكن بقر وماعز وضان وحمير. طيب نجي للبيئة الجديدة، طبيعتها البيئة الجديدة طبعا مختلفة خالص. نعم، أول حاجة ما كان عندنا أمطار خالص، ما في مطر. والسنة اللي جينا فيها سنة 64 كانت مطر رهيبة جدا في البطانة،
والرعد رهيب يعني دخلت الناس في إشكالية غريبة جدا، ما جتنا مطر خالص، تجي مرة واحدة كده مطر ثقيلة جدا يعني الناس تعبت شديد يعني من هذه الأشياء. ما في أمطار البرق الرعد الحاجات دي حاجات غريبة. ما في أي حاجة عشان كده بتلقى الزخارف المعمولة في البيوت معمولة من الطين. أيوة من الطين بس. من الطين وبالظل دائما ما في مطر بيجي بزيله لها وكدا. سنين كثيره طبعا دائما موجوده ما في مطر ولا في اي خوف ولا اي حاجه يعني. طيب الان هم نشاطهم البيبان في حلفه وادي حلفه. نعم. الباب ما عنده مفتاح، بيتقفل ساكت كده، ما في حرامي. نعم. ما في شيء. احيانا النسوان بيتونسوا في ميدان وجايز ينوموا وهم غاد الصباح، هم بيتونسوا بياكلوا البلح يتنوموا في الميدان. في الميدان؟ من كله نهل وجنب بعض. جنب بعض كده، وطبعا الرجال كلهم مغتربين. فالنسوان عشان كده المرأة لها مكانتها الكبيرة جدا لأنه هي اللي عاشت وهي ربت. نعم. ربت الأطفال وزرعت وتفننت وعملت الفنون وعملت كل شيء. لأنه الرجال ما في شيء. يا سلام. طيب دكتور عفاف، البيئة الجديدة شنو الحرفه اللي بقت في زراعه، في شنو رايك فيه؟ طيب اول حاجه طبعا حلفه الجديده بيئه مناخيه مختلفه تماما. ممتاز. من وادي حلفه. نعم. والمراه في وادي حلفه تقريبا نصف المجتمع. اول حاجه هي بتزرع. نعم. هي بتكون على الساقيه، هي بتشرف على اولادها لانه المساحه الزراعيه ذاتها ضيقه. نعم. فتلقى يعني الرجال بيختربوا يعني القاعده هي المراه. نعم. وهي اللي بتربي. لما نجول حلفة جديدة بقت في حواشات، ما مساحة في أكبر. مساحة كبيرة، فبقى صعب جدا إن هي تباشر على القطعة الزراعية الكبيرة، فبقوا يستعينوا بناس تانيين. نعم. فحلفة جديدة بيئة مختلفة تماما من وادي حلفة، فيها ممكن نقول سودان مسكر. نعم. بتلقى الناس الغريب، تلقى ناس الشرك، تلقى بيئة مختلفة تماما، فبيجوا يستعينوا ب يعني فيها حراك سكاني، بيجوا يستعينوا بوافدين للمنطقة. نعم. في الزراعة، لأن الزراعة على مستوى أوسع. أوسع. ممتاز ممتاز. طيب أنا داير أقول شنو الشيء الجديد؟ يعني طالما هناك في زراعة، هنا في زراعة لكن على أوسع. نعم. هناك الزراعة عندكم بين النيل، الري بين النيل، هنا دخلت فيها أمطار، دي الحاجة الجديدة عليكم مثلا كده. في الثروة الحيوانية ممكن نقول الإبل برضو لقيتوها في الشرق هناك ما موجودة؟ لا ما أفتكر، لكن طبعا في خزان خشم القربة. نعم. فالناس ما بتعتمد على الأمطار، في مثلا في مناطق بعيدة شوية المسبعات كده ممكن يعتمدوا على الزراعة المطرية، لكن في المشروع أساسا على أساس تهجير النوبيين سكان وادي حلفة، فالري منتظم لكن المساحة أكبر. فعند المرأة بقى دورها في الناحية بتاعت الزراعة اتخلص، بقت مشاركة بدل ما كانت هي برا. نعم. بتقوم بالمهمة، بقت هي شريكة فيها. وزمان يعني في وادي حلفة المرأة عندها جداد، عندها حمام، عندها غنم، حتى يعني زي ما البروف قال المساهمة في المناسبات، كان أفراح كان مأتم، بالحاجة الموجود عندها، بالبيض بالجداد بالحاجة اللي عندها هي. نعم. فهي اللي بتساهم. طيب انا والله قبل بعد ده دارين عصام ختام اصلا حنسمع لحن عشان ذاته نخش معاكم في عالم التراث. قبلها انا دار اقول موقف، قالوا لي واحد مره عن جيت ناس حلفه لحلفه جديده، وقال لي الحاجات اختلفت عليهم. فقال لي طبعا المنطقه فيها العرب الشكريه موجودين، فقال لي الزول اللي كان مزول من قسم الشرطه حلفاوي المتسكو قسم الشرطه، واحد من الشكريه ديل رايح له ناقه، فجاء للضابط بيشكليه يعني قال لي يا اخي انا عندي ناقه راحت، فالحلفاوي لانها حجمها كبير وكده يعني دي خساره كبيره، فاندهش كده قال له معقوله؟ يعني معقوله الناقه كلها راحت يعني ما لقيتها؟ قال لي معقوله؟ قام الشكري قال لي كان معقوله بتمش؟ طبعا عندهم العقله دي ربطه الرجل بتاعت الناقه هنا يربطوا رجلها كده ما بتتحرك ثاني، وده بيشوف اختلاف الثقافات، ده عنده لا فهم وده عنده لا فهم، ده مندهش من انها مشت وده قايله مربوطه يعني. قال لي معقوله؟ قال لي لا معقوله بتمشي، ما هو معقوله. عصام ختام نسمع شنو؟ نسمع اغنيه اغنيه من الاغاني الخاصه نبدا بها ان شاء الله.
يرمون يا ماجي جنا اي كان يرمون يا ماجي جنا انا ملتي غوجا انا ملتي غوجا عليتنك ترى فنينا اي كان يرمون يا ماجي جنا نير وني ما يجنا إنا ولا تيجوجا إنا ولا تيجوجا أليتنك ترى بنينا أي كنير وني ما يجنا ملل في نير الله ملل في نير الله جدا كرجا سك الله جدا كرجا سك الله في يوم بي ما جينا ايك في يوم بي ما جينا ايك في يوم بي ما جينا ملل في نير الله ملل في نير الله جدا كرجا سك الله جدا كرجا سك الله في يوم يا ماجينا في يوم يا ماجينا دلقت من لفي لولا دلقت من لفي لولا Oin koila tonura Oin koila tonura Isin gurva fina Isin gurva fina Nirwunna yama yegina Aiga nirwunna yama yegina Inna malati goja إنا ولا تيجوجا عليتنك ترى بنينا كميني أكمي إريقا
ابكي امي اليك دول قدنيك لا عيميني دول قدنيك لا عيميني يكتن عندي قلميني يكتن عندي قلميني ترماني فصيلة ترماني فصيلة نرمون يا ما يجينا عيقن يرمون يا ما يجينا إنما التي قد إنما التي قد جاء ليتنك تراب مننا شكرا للمبدع عاصم ختام وشكرا للفرقة الاستعراضية الجميلة ولحني بطعم حلفة وبنكهة النوبة والنوبيين عموما بروفا نحن نتكلم شوية عن اللغة والتراث والكلمة زي ما سمعنا هسه في اللحن ده هي سبب لانتشار الثقافة النوبية عموما وللحلفاويين وبقت إرث يعني لحضارة كبيرة جدا شنو التراث نتكلم عن الحلفاويين بالذات نعم قبل التراث يعني شفت المنطقة بتاعت حلفة نعم هي من الأقصر من مصر لغاية سنار دي منطقة النوبة أصلا يعني النوبة الحديثة كمان نعم مش القديمة خالص وعندها لغة هذه اللغة مع أنها هي منطوقة صمدت لآلاف السنين منطوقة بس ما مكتوبة لا هي مكتوبة لكن غير موجودة نعم. يعني قبل 15 سنة تقريبا مع المرحوم يعني في مع المتحف القومي كنا بنفتش على الربط بين الحرف والنطق عندنا النطق لكن ما قادرين نربطه بينه نعم مرة قريت في جريدة أنه في واحدة من جزر يعني في شرق آسيا قرأت اللغة النوبية لقيت في جريدة مشيت لي بتاع جريدة فين البدي قال والله سافرت اسمها منو ما فقلت له أنا 15 سنة أنا شغال عشان أربط بين الاثنين تلقوا واحدة تقرأها لي و تمشي نعم دي وين في شرق آسيا أخوي قاعد في أسبانيا وقاعدين نتونسوا باللغة بالروتانا نعم فجاء واحد جاري من الاكوادور قال لهم انتوا اللغه دي عرفتوها من وين؟ قالوا دي اللغه بتاعتنا قالت له دي لغه حضاريه عندنا في الاكوادور اللي هو في امريكا الوسطى. شوف الحكايه ممتده وين يعني مد كبير جدا جدا. فالتراث النوبي او التراث السوداني متجذر في اعماق التاريخ. من قبل ادم كائنات وجدت كائنات غير ادم طبعا. نعم. هو ادم ذاته ما ابن ادم مش كده؟ ادم ذاته ما ابن ادم. نعم. يعني هو ادم ذاته مش ابن ادم يعني صح قبله كانت في كائنات وجدت هنا في افريقيا اولى حضارات العالم في افريقيا واغنى قاره افريقيا ونفس الوقت افقرها برضه في نفس الوقت لكن في تراث غريب جدا جدا اغنى بتراثه وبطبيعته بطبيعتها بتراثها بامكانياتها يمكن افقرها بعديا افقرها طبعا يعني كل حياة موجوده في افريقيا في السودان السودان من اغنى دول العالم افقرها في نفس اللحظه نعم على اساس انه اللغه دي ما زي اللغه العربيه والانجليزيه هي قريبه زي الفرنسيه كل كلمه لها معنى واحد كل كلمه لها معنى واحد نعم يعني في اللغه الانجليزيه ممكن يكون سبرينج ممكن يكون مطاط ممكن يكون ربيع ممكن يكون اي حاجه ثانيه لكن لا كل كلمه لها معنى واحد خالص واحد موجود فحس ابتدى حسن وافق ما بين النطق والحرف النوبي واللغة طبعا هي اصلا يعني اي حضارة بلغتها. نعم. يعني ما عندها لغة ما عندها حضارة. صح. امريكا لغتها شنو؟ لغة انجليزية. انجليزية. ما حقتهم. امريكا الوسطى لغتها والامريكا الجنوبية لغتها اسبانية وبرتغالية ما لغة بتاعتها. نعم. لكن عندنا اللغة، اللغة اساس الانسان ذاته لانه البداية كانت في اللغة واللغة كانت منطوقة وكانت مكتوبة لكن انفصل بين الاثنين. لكن للأسف الشديد نجد حسي خاصة في حلفة جديدة أولادنا ما بيعرفوا ما بيتكلموا اللغة اللغة بتاعتنا حتى ما بيرطنوا؟ ما بيرطنوا أصلا بيفهم لكن ما بيرطن نعم دي مشكلة يعني موجودة يعني نعم دي لسه أنا بقول عليهم معربين دي يعني يكون شريحته معربة يعني بيفهم أغلب الشباب الجيل يعني يقول لك أنا بفهم لكن ما بتكلم طيب ده جانب اللغه نجي للدكتور الزي اللي بيميز
الحلفوين يعني هسه أنا أشوف ده شايفه يعني الأصفر اللبس خاصة في في المرأة. الزي السوداني ده مع عام ثابت نعم. بالنسبة للرجل هو الأساسيات بتاعته يعني جلابية عمة هنا بعد ذاك إكسسوارات سديري شال ملفح توب كده يعني بتكون عباية. أتكلمي لي عن الزي في 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 طيب الزي عندي النوبيين في حلفة هو جرجار الجرجار اللي أنا لابساه لابسه سمعية لابسنه الفرغة لكن الزي ذاته عنده يعني مثلا لو اخذنا الزواج نعم عنده ماتيريال يعني قماش بيلبسه عادي في الحله مثلا يقول له مصر البيضة اسود ممكن طرحه تكون سودة او يعني ما مشكله لكن ما القماش اللي انت بتمشي بالمناسبه نعم يعني الجرجار في بتاع المأتم في وش بتاع جرجار جرجار نعم في المأتم في اللي بتلبسه في الحلة في اللي بتلبسه في المناسبات نعم. حتى الطرحة ذاتها بتتغير نعم. على حسب المناسبة يعني الحاجة الجميلة في حلفة إنه حتى لو في بكا الناس كلها بتلبس أسود نعم. كل الناس بتلبس أسود ما بتلقى يعني واحدة لابسة جرجار ملون ولا طرحة كله بيكون لابسين أسود وأصلا الجرجار ما بيكون أسود بس لا أسود هو لكن حس في يعني في اتجاه إنه لأن الناس بقت تلبس العبايات فعندنا زميلتنا محاسن ذهب بتحاول تعمل ترويج انه تعمل من الماتيريال بتاعت الثياب تكون ملونه شبيهه للعبايه على اساس انه تستمر يكون في استمراريه للزي النوبي فلكن لما نجي للزي هو اللون الاسود لكن باختلاف الاقمشه في الجاكار في الركامه في مصر البيضة كل مناسبه عندها الجرجار الخاص به طيب خلينا نقف نحن نقف في الجرجار ده يا دكتوره ونجي باستفاضة تتكلم عن زي المرأة وزينتها عند الحلفاويين وشنو اللي بيستخدموا لزينة المرأة ونتكلم عن المرأة ذاتها في مناسبات المختلفة وفي مراحلها يا الطفلة اللي بيسه شنو لما تبقى شابة تبقى للعريس لما تتزوج برضو بتختلف نعم. عاصمة نحن نسمع لنا لحن ونرجع تاني هنسمع شنو نسمع أغنية اسمها أيقرجلنا أيقا الأغاني الحديثة يعني جلنا ايقا ايقا جلنا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف المسنين نكلم بات النكه نسيقا جلنا ايقا ايقا جلنا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف المن سنين نكلم بات النكة نسيقا أمي جلنا ما شاب فراك ويرك شوكا أمي جلنا ما شاب فراك ويرك شوكا يرمي جلنا ما شاب فراك ويرك شوكا مشكين تاني هيروتا سيتر سودي نيرناغا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف البن سنين نكلم بات انك نسيقا يرميك جلنا ما تشوف فراك وغيرك تشوكا أمك جلنا ما تشوف فراك وغيرك تشوكا
ممكن تاني هير وداسه ارشودي النرناقة ايقا جلنا ايقا ايقا اجلنا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف الولسنين انكلم وقت النكة نسيقا السكة شيء كتشيكو قاتل سكر في مسكتنا السكة شيء كتشيكو قاتل سكر في مسكتنا بانيوكو سمسكات هيا تتنغو سلامينا ايقا جلينا ايقا ايقا جلينا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف الونسنين انكلم بات النكة نتسيقا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا ايقا جلنا ايقا ايقا جلنا شوف الونسنين انكلم بات النكة نسيقا شكرا للرائع دوما عاصم ختام وشكرا للفرقة الاستعراضية على اللحن الجميل ما تمشوا بعيد الدكتور احنا هنتكلم عن الزي الحلباوي ونتكلم عن التراث الحلبي بالنسبة للمرأة في مراحل المختلفة لكن نطلع فاصل ونرجع لكم مرحبا بكم من جديد ما زلنا في ضيافة هنا في النوبيين في حلفة ودكتورة نواصل ما انقطع من حديث تكلمنا عن الزينة عموما للمرأة وقلنا القماش موزع زي ما قلنا الفستان العادي بيكون منه زفاف ده بيتلبس للعرس نعم. وبيتلبس فستان عادي ده يكون في المناسبات العادية انتوا زيكم ده برضو فيه أقمشة نعم. تختلف آه. يعني على حسب المناسبة نعم. في مثلا الفرح بيكون قماش بتاع الجاكار الركامة والطرحة ذاته بيكون فيها يعني لمعة شوية كده بتناسب المناسبة أما في المناسبات العادية كده بيكون أسود دائما بقماش مصر البيضة لأنه بيكون أسود فما فيه أي لمعة لمعة أيوة صح بيكون فيه أي شيء طيب ما في توب في طرحة طرحة ما أيوة. في توب لكن في حاجة اسمها شقة الشقة دي تقريبا قدر التوب 4.5 متر أسود نعم الواحدة لو تكون ماشية مشوار بعيد مثلا بك أو مناسب في محل بعيد بتخطه فوق الطرحة نعم بتمشي بيهم طيب الزينة الإضافية بالنسبة للمرأة يعني وشنو بتصنع يعني هي ذاتها زينتها بتشتري ولا هي بتصنع براها طبعا الزينة مثلا الواحدة لو درتجي للزواج من طفلة كده نشوف الطفلة عندها حاجة ولا بتلبس عادي الطفلة برضو بتلبس طرحة و... لا 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 ما في طرحة ما في كده إلا بعد ما مثلا سن معين نعم لكن عموما الزينة الزينة بتاعت المرأة أغلب يعني أنا ممكن أصور لك جرتك مثلا طيب. التصور بتاع جرتك لما نجي نشوف الصورة بتاعت جرتك دائما تلقى النوبيين بيهتموا بالأحجار يعني أنا بفتكر التصور بتاع الجرتك الزينة بتاعتها
بتجمع لنا عصور مختلفة، فيها العهد الكوشي، فيها المسيحي، فيها الإسلامي، بنلقى فيها ثلاثة، بنلقى الهلال، بنلقى مثلا الفرج الله بيكون مرسوم فيها كده، بنلقى فيها كل الزينة، مثلا الأحجار، فزمان الأحجار ذاتها ما بيستخدموها كزينة، فهي بتكون دائما كحرز أو كتحصين، فمع التطور مع مر الزمن بقى الصورة بتاعت الزينة. فأكتر حاجة الواحدة بتهتم عندنا مثلا عقد الطويل الفرج الله، وعندها أنا الحقيقة نسيت الأسماء بتاعتها، في المطارق الفيدو، فدي أكتر حاجة زينة. وزمان بيفرزوا المرأة المزوجة من الغير مزوجة، في حاجة بيقولها قص الرحمن، المزوجة بتلبس قص الرحمن دي يعني بيفرزوا بيها. فالحقيقة أنا شخصيا بحاول أستفيد من الثقافة الشعبية، مثلا الثقافة المادية، نحن بنلقى مثلا الموروث الثقافي الشعبي حقيقة غني أكيد، والإنسان ابن بيئته، يعني أي إنسان قاعد في بيئة بتأثر بالمناخ، بتأثر بالبيئة، فبالتالي الحاجات دي بتأثر فيه أكيد. يعني بلقى مثلا الزينة، أنا ممكن من النخلة دي أعمل منها حاجات كثيرة جدا، نعم، بيوت أبني منها بيت، أعمل منها أحذية، أعمل منها شنط، أعمل منها حاجات كثيرة، أعمل منها بروش، أعمل بروش منها أيوة حبل، زعف، هو حاجات كثيرة، بروش، فبالتالي أنا أقري، فبالتالي هي ذاتها بتخش في طقس العبور في المراسيم بتاعت دورة الحياة، نعم. كان ممات، كان أفراح، مثلا العنقريب، البريش، الكده، فدايما يعني بنلقى البيئة هي لها أثر كبير في الإنسان من حيث كان الزينة ولا الزي. حتى في الطعام بنلقى الطعام برضو في اختلاف كثير جدا جدا. فأنا دايما حاسة إن إحنا يوم 21 عندنا يوم في الكلية بنعمل يوم عن الموروث الثقافي الشعبي والأطعمة الشعبية، بنجيب ناس بيتكلموا عن القيمة الغذائية في الطعام الشعبي، مثلا لكل المناطق، كل المناطق، نعم. بغض النظر عن النوبيين، نعم. بنمسك الشرك الغريب، لما نتكلم عن النوبيين عموما نمسك الملوحة، نمسك مدينة الحلبة، البلح، فبنتكلم عن القيمة الغذائية الموجودة فيها، لأن احنا بنلقى فيها ملتي فيتامينز، وشباب الجيل الجديد ما بيهتم بالأكل يعني الصحي، هو الحاجات السريع سريع الخفيفة دي، أيوة. أنا إحنا لكن ذاته حنتكلم عنه باستفاضة بعدين، ومعانا سمية ماهر إن شاء الله بعدين نرجع لها، وهي الليلة بتشاركنا بالوجبة. لكن نجي لبروف مصطفى، أتكلم عن، طالما تكلمنا عن الفنون والتشكيل، البوابة النوبية. نعم، بوابة نوبية، نعم، يدخل فيها الإنسان بالباب ويخرج من الباب، يعني تلقى في المعمار يعني بيت يكلف ملايين، يعمل الباب بشيء عادي جدا، نعم، باب زنك، لكن لا، البوابة بتدخل به وتطلع به، أول شيء بتقابله في البيت وآخر شيء بتخليه، صح، فلا بد من البوابة كلها قيمة وواجهة أصلا يعني، نعم. يعني قلنا مشاركة المرأة كانت قوية جدا في الحياة النوبية، بالذات الحلفاويين في الرقص، وفي عندنا فنانات البلابل وذكريات وديل فيه بيغنوا يعني حتى، نعم، اخذناها من تراث القديم اللي هو اماني شيختو، اماني تيري، وكندكات، نعم، موجوده في مرو. يعني البوابه دي بدات بفن النساء جوا، زخرفوا داخل البيت جوا، فالحكايه دي بدايه كانت من النساء، طلعت برا بوابه بقال حق الرجال. اول واحد فيهم واحد اسمه جبر كزبة، وخميس، وداود، وعثمان، يعني اسماء كثيره، نعم. الشيء الغريب يعني في فن افريقي وفن اسلامي، واحنا في السودان افارقه ومسلمين وعرب، نعم، او بالضبط الزنجيه والنوبيه والعربيه، حنتكلم في بعدين عن انه التخالف ده ضروري، لابد من تخالف حتى يكون التعارف، ده حنقوله، لكن ده انا اوري شنو في فرق بعيد يعني ما بين الفن الافريقي والفن الاسلامي خالص، ما بتلموا اطلاقا. يعني تلقى الفن الافريقي بيعتمد على زاويه الحاده، الفن الاسلامي بيعتمد على زاويه منفرجه. الالوان،
الالوان الافريقيه العائله الحمراء، نعم، قوه فيها، قوه وفيها رقص شديد. الالوان الاسلاميه العائله الزرقاء. يعني مدرسه الخرطوم التشكيليه بقياده شبرين الله رحمه الله وصلاح الدين اساتذتنا ما عاوزين اوامر بين الاثنين ما قدروا حقيقه يعني. نعم. شبرين طلع بالعربيه وصلاح طلع بالافريقيه، مع انه دول فنانين عالميين يعني. نعم. الفنان النوبي اللي عمل البوابه ما فنان اصلا، هو مبيض. ما فنان ولا دخل مدرسه. ولا حتى ما يكون دخل مدرسه ذاتها، لكن عمل شيء غريب جدا، لانه وائم بين الفن الافريقي والفن الاسلامي بطريقه رهيبه وغريبه جدا. وادخل تاريخ السودان الوثنيه والمسيحيه والاسلام كلها في بوابه واحده. نعم. وائم بين الافريقيه والاسلاميه زي ما قلنا. والنوبية الأصيلة الموجودة، وعمل باب زخرفة. السبب شنو؟ السبب أنه الآخر المتلقي لابد أن يكون في مستوى. نعم. إذا المتلقي ما بفهم شيء الفنان بيعمل أي حاجة حقيقي، لأنه الفنان عمل حاجة إذا دسا ما حيكون فن، لابد من إخراج للآخر يرفضه أو يقبله. أكيد. إذا كان الناس ما عارفين حاجة فأنا يعمل أي شيء، لكن المتلقي الآخر عنده فهم ومعرفة جمالية، لكن ما فنان، لأن الفنان 2% 98% ده الآخر متلقي، لكن هو فنان أصلا، لكن شنو ما 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 قادر بالفطرة، هو عارف بالفطرة. نعم. فهنا المتلقي الإنسان المتلقي في مستوى عالي، فالفنان مجبر أن يعمل على حسب مستوى ذلك المتلقي. فكان فن الزخرفة رهيبة. مدارس، مدارس حسن حوا، مدارس كسبة، ومدارس دور عثمان، ثلاثة مدارس موجودة في الزخرفة البسيطة الموجودة. وبتلقى الصحانة ده بيوري الكرم، وفي المصطبة بيقولوا على الطغو. نعم. قعد برا، تلقى الراجل قاعد برا، الناس أي واحد تفضل اقعد، ترحب بالناس أكيد، وترحيب. وزي ما قلت قبل شوية الباب بيقولوا على الشلو، ما عنده مفتاح، مكفول على اساس انه ما بيجي دبيب ولا يجي اي مصيبه، لكن ذول عادي اي واحد ممكن يفتح الباب بيقول. فما في اطمئنان، وخلى الناس تشتغل شغل جميل جدا جدا داخل البيت وخارج البيت بطريقه جميله وموائمه، وتاريخ السودان مكتوب على هذه البوابه. الحكايه دي بعد كارثه السد العالي، هي كارثه مش للسودان، كارثه لمصر ذاتها، ممكن نقولها بعدين. السد كارثه لمصر أكثر من أنها للسودان. إحنا تاريخنا كله دفن تحت تحت الأرض وانتهى. فعاوزين نوجده. فأنا اشتغلت شغل النادي النوبي. في الخرطوم هنا. في الخرطوم هنا. نعم. طبعاً عملته بالأسمنت، هنا كان بالطين ساكت لأنه ما في مطرة. نعم. وبعدين بيت في المعمورة بيت صلاح شبكة الطيار. نعم. وبيت عبد المجيد في بحري سفير. وبيتي انا في الزاب. نفس البوابه ذات. نفس البوابه تقريبا. عملتها عشان ايه؟ كمظهر حضاري ويراد للفنان ان يرى ويقدر يعمل حاجه جديده تراثيه من خلال المعاصره. يعني التراث احيائه، لانه شنو؟ انت لازم تحيي تراثك من خلال التقنيه الحديثه. نعم. يعني مش نكرره، لا، نحيي التراث من التقنيه الحديثه لايجاد ابداع. عشان كده بنلقى في الاغاني في تطور في الكلام ذاته، وفي الرقصات، في الاغاني، وفي اللبس ذاته، وفي ازاي في تطور على حسب. لانه شنو؟ الانسان لابد له ان يسير مع الزمان ومع المكان، والا خرج عن الزمان وعن المكان مثل الحيوان. نعم. يعني القرد اللي عمله قبل 50 سنه بيعملها حسي، واذا عاش ثاني 100 سنه برضه حيسويها ثاني. نعم. لكن الانسان شنو؟ بيطور هو ما بيطور. نعم. بيطور. نعم. لانه الانسان كده اتخلق كده اصلا يعني. ما كانش شين وقبيح وبقى جميل حسن، ابدا، كان جميل وحسن شين. نعم. انا استاذ بتاع جماليات، الانسان المعاصر اشنى انسان على مر العصور، كان جميل، يعني بدليل سيدنا يوسف. يوسف ما كان براه جميل. كلهم كانوا جميلين، وكان اجمل من الجمال، لانه كمعجزه لابد المعجزه تجي للهم يبرعوا فيه. الانسان قطع يدينه عشانه. سيدنا محمد اجمل من يوسف، لماذا لم يقطعن نسوى ايديهن؟ جمال جلالي مهيب، ما جمال فاتن. فكان الجمال موجود اصلا يعني، وجمال داخلي وخارجي. عشان كده بنلقى البوابه النوبيه في الداخل وفي الخارج في الاثنين، على اساس انه
ما بين العمل النسوي داخل البيت وعمل الرجالي خارج البيت، وموائمة جميلة جدا أن يدخل بها الفنان ويخرج من ذلك البوابة الجميلة. والله أنا قبل نبهت لضيوفي قلت القعاد معهم ذاته ربنا يوفق الواحد يقدر يفهم. هسه أنا بقيت شاك في جمالي ذاته هسه بعد ذاك، يعني نحن سلسلة الجمال مشى قال الآن بقى ما في ده. والله ونحن تأمننا الطواقي ومعاي عاصم ما برأي أنا وعاصم ذاته ضبطنا الطواقي وكده وجينا قال لي روحنا سامحين هسه. طيب عاصم الأغنية يعني كان لها دور كبير، وفي يعني وانتوا ذاته جيل يعني غاد التطور بتاع الاغنيه النوبيه اول حلفة على وجه الخصوص، نقول في من سبقوكم ايقاعات مختلفه، طريقه حتى طريقه الرقص فيها التعبير عن الرقص وكده مختلف شكله براه، وانا بحس بهدوء كده بتنظيم زي ما قلت قبل في بدايه الحلقه مشاركه هي ما بين الشابات والشباب بتكون مشاركه، ايقاعاتكم في الطار شايفه الورقه عندما اله حديثه، لكن كده نتكلم على الإيقاعات القديمة موجود عندكم شنو ومنو القدامكم كانوا؟ مش الآلات القديمة فقط، طبعا يعني الغناء النوبي منذ القدم هو بيعتمد اعتماد كلي على الرد الكورس والطار. نعم. يعني يقال إنه النازل كانوا بيقيفوا في صفين نساء ورجال وكانوا بيسترجلوا قصيدة في نفس اللحظة، يعني هم كانوا الشعراء وكانوا في نفس الوقت فنانين. يعني بالنسبه للايقاعات المعلومه الغايبه عن المشاهد الكريم بانه في مجموعه بتاعت الات بتاعت ايقاعات نوبيه هي يعني منتسبه لقبائل اخرى، يعني مع كامل احترامنا لو مثلا ايقاع الدليب هو ايقاع اصلا ايقاع نوبي بحت، وايقاع السيره برضه ايقاع نوبي بحت. يقول لك عشره بلدي، العشره بلدي ده شكل من الاشكال او الشكل التشكيله بتاعته هي هو بنفس المقاس الزمني اللي هو 4 × 4 اللي هو الايقاع النوبي. نعم. بالنسبه للالات الموسيقيه قلت لك طبعا الطار اهم اله عندنا، يعني نحن ما عندنا الصفقه دي لكن اهلنا المحت عندهم الصفقه، لكن نحن عندنا الطار. الاورجن طبعا هي زي ما قلت لك هي اله مكمله للاوركسترا طبعا لعدم يعني نحن يعني حابين نطور الوضع مواكبه الاحداث زي ما البروف قال هسي لانه الانسان بيتطور كده. يعني فيعني انا هسي لما غنيت اسمر اللون كان غنيتها بفرقه موسيقيه كامله، وهسي ما هسي بغني بثلاث طارات وور، يعني داير اطور الغناء النوبي بشكل تشكل ما بين الحداثه بين الحداثه والقديم والشيء القديم. طيب يعني احنا سبقوكم منو من في المجال الفني ده وقدموا الاغنيه الحلفاويه ده، نخليه بعد نسمع لنا أغنية ونرجع تمام. لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله، لا إله إلا الله صلكم إنسكم محمد يا رسول الله، وصفين أي قدين وسي أصل صندقية وصفين أي قدين وسي، وسين دنا يقمانين أي قدنوسي نقولك كين قدام غفاي تفر تيريني، وسفين أي قدنوسي أصل صندقية وسفين أي قدنوسي، وسين دنا يقمانين أي قدنوسي نقولك كين قدام غفاية تفرتيريني، أمي قرمي غزم مجي نور نادم مدنا النبي لوم وفي الرفي نور نادم مدنا، وصفا قصكو من جيتو نور السلام دام جيبا ورويكا نجيسو نور السلام دامي، أمي قرمي غزم مجي نور نادم مدنا ما في رفيق دورنا تمام منا،
وسي فانغاس كومنجي تونور السلام دام روبا وروي كانجي شون نور السلام دامي ولما ماما نوغينا سكيراي توراكي ولما ماما نوغينا سكيراي توراكي ولما ماما نوغينا تندر بخورا ولما ماما نوغينا سكيراي توراكي ولما ماما نوغينا تندل بخورا ولما ماما نوغينا سكيراي توراكي ولما ماما نوغينا كراغل شركة كاكي ولما ماما نوغينا سكيراي توراكي ولما ماما نوغينا تندل بخورا ولما ماما نوغينا يروالا توكا دمي ويو يو بحمدا نجهي جاكا ونم من سفينة جي يروالا توكا دمي ويو يو بحمدا نجهي جاكا ونم من سفينة جي يروالا جيك جاتمي وحارب ديواني لا يرون جيك جيكان ديواني كرق دوناني يروالا توكا تمي ويو يو محمد محمد هي جاتا ملوم من سفيناني يروالا جيك جاتمي وحارب ديواني لا يرون جيك جيكان ديواني كرق دوناني يرون جيجي كان ديواني كركدو نادي كمبونا كر ديواني كركدو نادي أوني رون جيجي كان ديواني كركدو نادي كمبونا كر ديواني كركدو نادي لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله لا إله إلا الله صلكم إسكم محمد يا رسول الله لا إله إلا الله غالي يا محمد يا رسول الله شكرا للمبدع عاصم ختام على اللحن الجميل ده. وانا بديت معاك كلام عن 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 الاغنيه الحلفاويه عموما, وفي الاغنيه اللسه اللي فاتت دي يعني الشهاده يعني كانت لا اله الا الله محمد رسول الله, هنا دخل تصوف وفي طار موجود في اللغاء, فما بعرف العلاقه بين الحاجات دي. يعني هل التصوف عندكم موجود بكسر هناك موجود ولا الطار ده استخدامه جاي من التصوف ذاته, بنقرا الطار ولا نحن بنعرف الطار ده ملازم للنوبه ملازم لكده للذكر لكده بيكون عند الصوفيه عموما كده. عاصم وريني منو من الناس سبقوكم في المجال يعني اللي قدموا غنى الحلفاويين يعني وصلوا للاعلام وكده؟ والله في ناس كتار اساتذه اجلاء سبقونا في المجال ده, امثال مثلا الفنان المرحوم صالح الولي, اخونا شاكر ياسين, دي الناس الهسية. وفي القدام ناس صلاح ياسين, وفي خوجلي, نعم دي من الناس اللي كانوا يعني في حلفة قديمة بيغني. لكن أنا داير عطج لكل أغنية عندها شنو أو يعني حدث, نعم فالأغنية دي عندها حدث, نعم الأغنية دي بالذات يعني عندها حدث, ويقال إنه غناكم كله له قصص يعني أي أغنية بقصتها صحيح ما بتجي ما من خيال سائل. قصة انا ما اعرفها كلها لكن البروف بيكون ملم بال لا البروف بيعلق على حاجه
في 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 جمله من الاغنيه وهي شغاله انت علقت قلت لي دي زي شنو قال؟ بتاعت ولاد يعني بتهتم وهذا شبعت علي بتاعت الطير المهاجر جيك ولا جيك تم وهاني مديواني لا رنجيك جي كان ديواني قرقدون يعني جيكت يعني الضحك نعم ما تضحك ايه زي كذا ديواني قرقدون ديوان عندنا مضيفه نعم بنقول على ديوان نعم ديوان قرقدون يعني زي المبالغه كذا انه يعني الديوان ده يتحرك ولا ما يتحرك طبعا يعني بيحصل شيء لشيء يعني كانه يتحرك داخليا مش الحركه الظاهره نعم. حركه باطنيه تكون في حركه باطنيه لشيء الديوان النظيف الطويله دي من خلال ضحكتك يعني كانه الضحكه دي بيعمل صدى في الديوان بيعمل هزته حركه قد تكون غير مرئيه لكنها مسموعه وقد يكون قصد بها وجدانه ذاته طبعا وجدانه قلبه هو حيتحرك اصلا ده زي مبالغه في الكلام زي مثلا كل ما تعب منك جناح في السرعه زيد نعم تعب منك جناح حزير ازاي؟ واجنحتك بطلت ما خلاص بطلتها حزاد زيد 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 يعني في زياده هي طبعا ما هي مبالغه لكن شنو؟ رفع الشيء الموجود فكل قصه لها قصه نعم وفي حكاوي والروايات طبعا ما نقول قصه لانه القصه شنو من قصة الاثر قصص القران بتكون حقيقيه لا بنقول روايه او حكايه نعم فكان عندنا حكايات وروايات لكل هذه الاشياء يعني القصه دي لا اله الا الله محمد رسول الله في ناس متمسكين بيرفضوا الاغاني خالص لانه حرام ففي شيخ من الشيوخ يعني زول محترم يعني زول كريم ومحبوب يعني مش شيخ ساكت لا شيخ وزول كريم يعني نعم بيحترموه نعم لو كان شيخ ساكت وكان يقول يا اخي نروح نغني على كيفك نغني نعم لكن زول محترم وفعلا زول محترم يعني هو جاء هم بيغنوا وبيرقصوا اول ما قرب لهم اشتغلوا لا اله الا الله محمد رسول الله بيقوا مارقين بها بس فطوال سمع الكلام ده وانبسط جدا وراح سبحان الله وانا في نص الحلفاويين قلت ده نوع من التصوف وقلت انهم الناس دي ناس طار وناس ذكر طلعوا زايغين بها بس من الشيخ ده وجابوها في نهايه الغنى لا هو طبعا الاصل الاسلام دخل يا حمد موسى معلش يعني بلا مقاطعه نحن يعني معظم اغنياتنا يعني وطنيه او بكائيه او عندنا اغاني مثلا الرحيل والحصاد والموت وكذا لكن انا بقول شنو؟ انه الغنى ذاته كان يعني عنده قيمته الاجتماعيه يعني الغنى كان بيعلم الناس حاجات كثيره جدا جدا يعني احنا نقف في الاغنيه الحلفاويه وعموما انتم حاسين برسالتها وتقدروا تعبروا عنها اكثر لكن ما الناس ما تمشي بعيد نطلع فاصل ونرجع بكم من جديد وسعيدين نتواصل معاكم نحن في ضيافه اهلنا النوبيين وفي النوبيين اهلنا حلفاويين دكتوره نحن نجري نعرج على المراه في العادات والتقاليد تكلمنا عنها قبيل ودورها في المجتمع وكده والعادات والتقاليد الفرح والكره يعني الزواج لو جينا بصوره يعني اعمق شويه كيف المراه الحلفاويه يعني بيجهزوها للزواج مهرها كيف بتتزوج زيها عادي الطقوس بتاع الزواج شو نعم
فأنا حتكلم لك عن الزواج في وادي حلفة قبل التهجير. نعم. فالزواج قبل التهجير كان مختلف تماما من يعني الزواج كان له استعداد تحضير، بيبتدوا مثلا بيقول لك ايوسي مر، يعني يبتدوا بالقمح بيدعوا له الناس يجوا ينظفوا القمح، الشغل النفير النفير. نعم. يجيبوا القمح يغسلوا القمح ويفرشوا في البروش، وبعد ذاك في دق الريحه، نحن باللغه العربيه نقول دق الريحه، لكن هم بيقولوا شبره بتاع الريحه، تحضير للريحه، ودي بالاريحه. نعم. الارياح برضو بيجوا يسحنوا القرنفل والمحلب يعني استعداء الحاجات دي كلها بيستعدوا بها. غير كده كانوا بيعدوا برضو الشعريه بيبرموها بيشتغلوها يعني في اليد، بيعملوها برام بيصنعوها، لا بيصنعوها برام. القمح اللي جهزوه ده بيستعدوا للايام الفرح، فالشعريه بيعملوها، بعد ده بيعملوا يعني استعدادات كلها، بيعمل منه المنين، دي اهم حاجه، المنين والقرقوش ده اهم حاجه اهم حاجه ده ما في شاي بيطلع بدون ما تقدم معاه بسكويت ولا كده. حتى يعني انا حاجه جميله جدا لحد هسه انا بعملها في البيت، القرقوش ده ما بنعمله بخميره البيره. نعم. بيعملوا الخميره بتغلي لبن، تاخذ فيه كبكبي او عدس اي حبوب. نعم. تاخذ فيه اللبن المغلي وتكفله، وثاني يوم تجي تخمر به الدقيق، يعني زي خميره البيره. نعم. لكن دي حاجه يعني انا ذات ما عارفه بتكروها كيف، لكن صحيه ما بتعمل مشاكل، فالقرقوش ده اهم حاجه، جودتها اكبر ممكن تكون. ايوه. وثاني يعني حتى بعدين لما ننتهي بيشيلوا منها شوي بيخطوها ثاني يجوا يخمروها. ايوه. فدي حاجات كلها كانت من البيئه المحليه، يعني ما في حاجه بيجيبوها من برا، فدي كلها بيجهزوها. بعد ده العروس نفسها ما زي حاسه شهر ولا شهرين، ثلاث اربع يوم قبل الزواج بتتحبس. نعم. في واحدة بتكون مخصصة بتجي تجهز العروس، أكثر استخدام كان زيت الخروع، أكثر شيء زيت الخروع والترموس، ويعني الحاجات ودي برضه أنا بفتكر من البيئة المحلية. والعريس ذاته ما كان بيشوف العروس نهائي، فمن العادات إنه ما بكون بيشوفها قبل العرس ولا أيام العرس؟ أيام العرس نهائي ما بشوفها. لكن قبل كده شايفها يعني. يكون يعني يمكن مرة لا. يعني ما بيشوفه كده يعني يطلع ويتونس ما في. لا. وكمان زمان كان في الخطبه ذاته من الطفوله، يعني دي لما هنا تقول لك انا حجزت بنتي لي فلان ولا دي كده، يعني كان بالطريقه الشغل فيها بالطريقة. اقارب ولا ممكن عامه؟ لما هي يعني كلها مجموعه واحده، ما في اقارب، الناس اهل. ايوه. ما في زول غريب، يعني كلك حتى لو حسبتها ممكن تلقاها بنت خالتك بنت عمتك في حسابها. وحتى الشيله اللي بيقولوها، الشيله كانت كيف؟ حاجات بسيطه، يقول لك نحن جايين نجيب الحاجات، بتكون ثلاثة أو حاجات بسيطة، كل زول على حسب الإمكانيات. نعم. والزواج زمان كان تكافلي، الناس كلها بتشارك، يعني أنا لما أجي أبتدي بقوم برسل واحدة بأخذ لها حق فوق راسها، وتشيل الحق تخطه فوق طبق، وبتحوم الحلة تقول لهم العريس قالت لكم العرس كده، وهم العروس قالت لكم حنتهم كده. فبيجي يوم الحنة بتاعت العروس في اغاني يعني بتاع التمجيد، اغاني التمجيد دي. لا الحق ده بس رمز للعرس؟ لا بتمشي ولا بتشيل فيه حاجه؟ لا انا كان ده مثلا بيتي ولا كده، بقوم باخد لها طرحه جديده، باخد لها في الحق، تمشي عند سميه، تمشي كده يقوم يقول لها، تقول له الناس فلان قال لكم كده، بتقوم تديها هديه، كان ريحه كان فكك، المهم نعم بتلم الحاجات دي كلها، بيكون حقها هي. يا سلام. حق مشواره. يا سلام. يعني ده بيكون حق مشوار. أما الزواج بيكون تكافلي، أول حاجة بيكون يوم حنة العروس، تجي ست كبيرة بتغني بيقولها جتين كيرك، بتمجد أم العروس وتمجد أبو العروس إن هم ناس منو، ناس فلان ناس فلان وكده. والعروس الحاجة دي بتكون كلام بس ولا معاها إيقاع ولا كده؟ إيقاع بس يعني بيصفق يعني. أيوة. ما أغاني راقصة، أغاني بتاعت استماع. زي العديل والزين بالضبط. ممكن أغاني بتاعت استماع يعني تمجيد، في نفس الوقت بتكون في برضو مساهمات. المساهمات بتكون شنو؟ من الحاجات المتوفرة عندك، بيقول لها كري، الكري ده معناته شنو؟ عندك قمح، عندك فول، عندك المهم أي شيء، كل واحدة بتجيب
في طباقة اسمها كونتي غريقة كده، بيشيل زي ربع ربعين بيشيلوا، بيجوا أنا أقوم أسلم، أقوم أكتب، أقول محمد موسى جاب باسم الولد بسجل، باسم ولدي أقول عمرو عوض جمال، اثنين ربع قمح، ربع بلح، بجي أسلمه للواحد قاعدة هنا بيفرزوا الحاجات. بعد ده بعد العرس بيتباع، بيغطوا بيها المصاري. نفس القصة دي بتحصل عند أم العريس. أما مثلا الصباحية وكده بيكون بيض، حمام، عصير، دي المساهمة بتاعتها برضو الحياة الموجودة عندهم. عندها العرس كان بيتم بطريقة بس مبسطة، وفي نفس الوقت يعني كان حتى العروس لما يرحلوها بتقعد مع أهل زوجها وبتقول لها يو، يعني أمي بتقول لها يو. فما أنا أتذكر يعني من الحاجات قصة نسابة وحاجات دي أنا عرفتها بعد ما جيت الخرطوم. ما عندنا حاجة اسمها نسابة. ما أنا قلت لك قبيلتي في... ممكن تكون هي قريبتك، هي ذات خالتك فعلا، تكون خالتي عمتي. نعم. فالوحدة بتقول لها يو، يا سلام، بالنسبة أمي. أمي يا سلام، بتقول لها أمي، لأبوها أبوي، يا سلام. فما كان في الحزازيات، ما بسكن مع نسبتي افصلوا لي. والله هندي لست ذاتنا اللي هنا ديل يعني في الوسط ديل، لو بيعملن كذي يقتلن قلب الراي اللي بيدفع بدون ذاته ما بحسبها. يلقى امه يقول لها امي، يلقى ابوي يقول لها ابوي، يبقى ابو رفدي بيقودنا للعادات والتقاليد. هسه نحن شفنا الزواج الكره في تكافل في حلفه، ناس كلها زي ما قالت الدكتوره انه نهل حتى في الفرح في الكره برضه. العادات والتقاليد الموروثة في حلفة شنو؟ الموروثة حسب قبل شوية قلنا عنه واحد بقرة ولدت اللبن بيتقسم عليها. يا سلام. حاجة يعني مهمة جدا اللي هو جارنا جعلي. نعم. اسمه أحمد خضر. بنحكي فقال عندنا عمدة، في واحد جاء للعمدة لقى الباب مقفول نام برا. نعم. فالعمدة الصباح طلع لقى زول راقد برا، راقد ليه؟ قال له الباب مقفول. شال الباب جداو. يا سلام. كويس؟ يا سلام. فانا ذكرت الزول اللي قلناه قبل شويه لما جاء مر بالعرس وقالوا لا اله الا الله، يا ده ذاته. نعم. اللي هو عمي حقيقه الرباني. عنده ديوان، عنده بابين، باب على الشارع الرئيسي، واحد على الشارع الجانبي، ما عنده باب خالص. من عرضه مترين، مترين ونص بواكي، ما في عنده باب. مدخل بس. بس ما في باب خالص. نعم. في كلبين، واحد بيجي واحد بيجي حارس البابين ديل على اساس انه ما يجي، مش حرامي لا، عشان ما يجي كلب ولا يجي ثعلب ولا ضبع ولا اي حاجه يجي ولا ثعبان عليه حارس. لما جاء حلفه جديده عمل ديوان بدون سور، اسمه الحاج كاش رحمه الله، بدون سور، مش باب، بدون باب. ذاك الجعلي قلع الباب، ده عمل باب بدون باب، وحس في حلفه جديده بدون سور، اي واحد مره يقعد. يا سلام، مداخله من كل الاتجاهات، ما في صور ذاته. يا سلام. انا ما كنت مصوره قبل كده، لكن بعد ما اتكلم ذكرت الحكايه دي انه مش بدون باب، بدون صور خالص. عشان كده بنلقى زي ما قلنا قبل شويه على اساس انه الطقه دي او المصطبه دي لاستقبال الناس، والطبق الموجود معناه الكرم وحاجه زي كده. طبعا بس بيخطوا حاجه طبعا مهمه جدا، مثلا زي يعني الاله بادماك الاسد بعد الاسلام تحول الى شيء ثاني، بقى علي الكرار، يعني نفس الاسد لكن شايل سيف ذو الفقار اللي عنده لسانين. نعم. يعني تلقى الاسد ده بالباب جاي بيجي حارسين الباب. نعم. اسدين اللي هو اصلا ابا دماك اللي هو اله الاسد عند النوبه. نعم. مروي. فهنا يتحول الى علي الكرار اللي هو شايل سيف ذو الفقار طبعا معروفه. نعم. فشوف ادخلوا التراث، مع انه زي ما قلت لك قبل شويه انه ما فنانين، لكن ادخلوا حاجات غريبه جدا، عرفوا التاريخ ويعرفوا حاجه زي دي موجوده. ف زي ما قلنا لانه الجو هناك يعني جو ممتاز ومتغير. نعم. صحراء مع الزراعه، جروف، بحر، جزيره، ما متكرر زي حلفه جديده. حلفه جديده سماء وطن والبيوت كلها متشابهه، يعني احنا كان عندنا في حلفه زي اربع مجانين بس، حاسه في كل قريه في 10 مجانين. يعني انا هسه المشاف هذه بتغضني للالوان. انت يعني يا بروف زول بتاع فن وتشكيل والوان. الحلفاوين الالوان والاشكال الموجوده يعني في حلفه.
بالضبط. هو زي ما قلت قبل شوية في الألوان الحارة، الألوان العائلة الحمراء اللي هو الأصفر والبرتقال والأحمر، نعم دي ألوان أفريقية. نعم. الألوان الإسلامية اللي هو العائلة الزرقاء اللي هو الأزرق والأخضر والأبيض، نعم زي هلال المريخ. يا سلام. فهنا بقى وأموا ما بين اللونين، يعني تلقى اشتغلوا باللون الأحمر واشتغلوا باللون الأزرق، ولكن اهتموا أكثر باللون الهادئ. حسنا لو لاحظنا الرقص بيختلف عن الرقص بتاع المحس، نعم فيه صفقة ورقص وفيها يعني حركة شديدة. نعم. هنا تكون حركة هادئة لأنه فيها جنسين، فيها الرجل وفيها المرأة. أكيد. فالمرأة ما حتصفق أكيد. صح، وده اختلاف مهم جدا جدا. أيوة، على أساس تحس إنه يقعهم بطيء. ليه؟ لأنه معاهم سايقين معاهم نساء. النساء. أيوة. النساء بيشاركوا في الرقص. نعم. بيشاركوا في الغنى ذاته. بيشاركوا في التأليف ذاته، حتى في شاعرات يعني. منو منهم لو تتذكر يا برو؟ في زي شاعرات في عندنا فيه طبعا، وفي مغنية طبعا البلابل وبت صالح والويلة اسمها ذكريات بتغني. واصلا عندنا المغني هو شاعر اصلا، بيقولوا له شاعر 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 اللي هو بيالف ويلحن ويغني. اغلب الناس هنا يعني بيسترجل القصيده وبيلحنها في نفس اللحظه في مثلا في حفله بتاعت زفاف وقتيا. يعني شوف الزكاه هنا كيف. نعم. في نفس الوحده إيه مثلا نجي في حدث معين بيالف غنية في الحدث ده ويلحنها ويغنيها في نفس المكان. في نفس المكان. ما زلت على إله محمد رسول الله لما الراجل جاء طوال حول لا إله إلا الله بنفس اللغة. أصبح ثابتة في الغنية. ثابتة طبعا في الغنية. فزي ما قال الأخ على أساس أنه يكون شاعر وملحن ومغني وراقص ويطلع في نفس اللحظة. نعم. لأنه اللغة النوبية فيها يعني كده فيها شوية حنية كده وقابلية لها، زي اللغة الهندية لغة راقصة. نعم. يعني هسه انت لو ترجمت اللغة الهندية حتلقى انه بترجم العربية والانجليزية سخيفة جدا. صح. لكن معنى الكلمات لو عديته مع اللحن ما بيمشي. ما بيمشي. المترجم. ايوه صح. لكن بتلقى اللغة الهندية مع الغنى بتاعهم شيء غريب. نفس الحكاية اللغة اللهجة اللغة النوبية برضو فيها لغة حركة داخلية راقصة. نعم. وعشان كده بتلقى على انه بيرقصوا الناس كلهم. يعني ما في متفرج تقريبا. احنا بنقعد هنا نتفرج يكون برقصوا عشان بتفقد معناها تماما. صح. اللغه النوبيه دي لما تترجم مثلا النكته مثلا نكته بتاعت حلفا لما تقوم تقول بايخه يعني ما نعم اذا حكيت بالعربي اذا حكيت بالعربي ما بحس بها، لكن لو قلت لك طيب مو بنضحك بالرصانه. ايوه. طيب يا دكتوره انت مثلا وصيتك للمراه يعني الحلفاويه بتوصلون بشنو، خاصة إنه عشان ما تندسر الثقافة دي وما يندسر الإرث الكبير ده. وقبل ما توصيني أنا يعني المرأة الحلفاوية يقال إنها طباخ، ما بعرف ده يعني تسويق ليه ده، يعني نرفع السعر زي ما بقوله ونحن على عياد يعني ده زمان بتاع مناسبات بيجوا وأعراس وكده. فهل المقولة دي حقيقية؟ هل هي طباخة حقيقة؟ والله يعني أنا أتذكر أنا حسب عملي في كتاب سميته من مطبخ أمي. يا سلام. لأنه يعني الحين أنا الحاجات اللي بعملها لأولادي يهل يعني من الأكل بتاع أهلنا، ما في شيء جديد. نعم. استخدام البلح يعني أنا أتذكر من الحاجات الجميلة، وأتمنى إنه يعني تتسوق. حس لنا السيقة عملوا الحلبة، عملوا الدخون، فأنا أتذكر أمي كان بتعمل يجيبوا البلح ويخطوا مع قمح وحبة ملح وبيطحنوا في الطاحونة وبيخطوا في علب، تغلي اللبن تاخذ منها ملعقة. أنا بفتكر ده يعني وجبة كاملة. نعم. يعني فيها قمح، فيها اللبن، فيها البلح، فوجبة كاملة. فدي مثلا لو المرأة النوبية عملتها سوغتها دي حاجة جميلة. في بليلة القمح نحن بنقول له بليلة قمح، هسه هنا بسموها كومبا ولا حاجة زي كده. نعم. القمح المبشور. نعم. بيشربوها شراب عندنا هناك بياكلوها. اها. دي باكومبا ولا بيقول لك، لكن احنا هناك بنعرفها بانه قمح المبشور يعني. نعم. دي برضو يعني انت لاحظ القمح القيمه الغذائيه في القمح، يعني الليله لما انا اجي اشيل الدقيق الفينو الابيض اكيد ما فيها قيمه غذائيه زي اللي انا بلقى في القمح البنخاله بتاعته. ما زي دي انا بفتكر المطبخ النوبي غني. نعم.
غني جدا وبامكانيات المتاحه له. كانت امكانيات بسيطه جدا. يعني القمح ذات موزعينه على كم يعني حاجه التمر على كم حاجه عندنا مثلا اولادي الراثه بتاع التمر له اولادي يقوموا يقولوا دايرين الشاورما بالفطيره. نعم يا اخوانا قلت لهم دي السلابيه بتاعتنا الفطيره بتاعتنا بنعمل فطيره في البيت. بقوم بجيب صدور الفراخ بقطعها بخطها في الثلاجه بقول لهم دي الشاورما جاهزه جبناها. عندهم عقده الا تجيب لهم الحاجه من برا. نعم بنعمل الفطيره في البيت وبنعملها الطعميه تقطع معاها طماطم كده تلفها في الفطيره يعني ما مكتسبات من برا. نعم دي حاجه بتاعتنا نحن والام حريصه تورث بنات اكيد يعني القمح القراصه الفطير الاكلات بتاعتنا جميله ومغذيه في نفس الوقت يعني ما حاجه جبناها من برا. حتى كان حلويات السمن البلدي يعملوها عندكم اللبن بالقراصه بالسلابيه بالفطيره الروب يعني الحاجات دي كلها اكلات غذاء يعني فيها غذاء كامل ومفيده احسن ما انا اشتري حاجه من برا وما عارفه ذات اتعملت كيف والمحل كيف. ويعني انا بفتكر برضو المراه النوبيه نظيفه يعني انا قبل فتره ما جيت وادي حلفة اول حاجه بتكنس الشارع يعني انا لو قلت كلام يمكن ما تصدقوا انه وادي حلفة ما فيها كيس طاير ورقه في البطانه والله كيس طاير ما في. اوريك صور من حلفة والله نعم. كيس طاير ما في نعم. من النظافه دي اصلا اي زول ملزم بانه يعملها ما في زول برمجه ما في وساخه كله بالمرقه. طيب العقاب وين العقاب بس يعني ما حقدر اسويها اللي يسويها بالليل ما في وساخه ما بقدر ما في نعم. وانا اتذكر يعني برضه ما في حاجه اسمها سرقه. نحن كان عندنا مناسبه مشينا نمنا الباب مفتوح باب الشارع نعم. وموبايلاتنا في الشواحن يعني في الصباح مؤتمر قال لي الباب ده من امبارح مفتوح ما في حاجه اسمها سرقه. انا ابن عمي حدات في حلف عمل لي طربستين هديه ضربت له يا علي اشيل قال لي ترابيز انا مشيت البيت خاتيهم في المعرض المعرض في الشارع الساعه 2 صباحا مشيت شلت الترابيز من المعرض ما في سرقه ما في يعني بلد امان نظيف صحي المستشفى فاضي ما في عيار واحد ما في الوطن نظيفه ما في وساخه والمستشفى فاضي ما في ولا عيب والسجن فاضي وما في مجانين شفت في حاجات كده اتعملت يعني نعم انا من قريه من قرى حلفة ديبيره نعم فلأول مرة عمدة ينتخب في الشرق الأوسط عمدة ينتخب العمدة يعين نعم اللي هو كان اسمه المرحوم داود عبد الرحمن عمدة ينتخب عملوا مظاهرة وعصيان وزي انقلاب كده وانتخب العمدة أول عمدة ينتخب في الشرق الأوسط وأول مرة يحصل إضراب عن الطعام في السجن عشان حاجة سياسية دخلوا من السجن النسوان يعني اعتصموا برا السجن أول مرة يعتصم ولأول مرة في السودان يعملوا مدرسة بالعون الذاتي قبل نميري بنعمل عون ذاتي بنعمل مدرسة كاملة متكاملة بالعون الذاتي أشياء كثيرة جدا بتحصل من خلال حركة بتاعت يعني اعتماد على النفس أكثر من أن واحد يعتمد على غيره نعم يعتمد على نفسه دي ميزات تميزهم أيوة أيوة أيوة. طيب بس الدكتور تكلمت عن المرأة الحلفاوية غنى طباخة والمرأة الحلفاوية يعني ده جوعنا واحد وقلنا دايرين نشوف الحاصل شنو. سميه ماهر مرحب بك انا حاشيل بمبري عن بستاذنكم همش لسميه شوف المطبخ الحلفاوي شكله شنو وعامل كيف. نمشي على سميه هنا يا دكتور عفاف شاهدنا الاكل الحلفاوي وقالت المراه الحلفاويه هي بطبعها طباخه جدا وماهره في الطبيخ. نحن سعيدين في المساحة دي معانا سمية ماهر وهي واحدة من أمهر نساء الحلفاويين في مجال الأكل. سمية مرحب بك ونحن في المطبخ الحلفاوي. أهلا بك ورحب جميع الناس أهلا بهم. ناس جعانين ولا بيشوفوا بس؟ ما جعانين شبعانين بيشوفوا تراثنا. عندكم شنو؟ عندنا هنا ملوحة 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 كده افتحيها وهنا وهنا قراصة. طيب الملوحة تكوينها من شنو؟ تكوينها السمك نعم بيحطوه في الجركانات نعم وبدوها زمن نعم دخلوا ملح ولا شنو؟ اي هو بملحوه كويس ما لازم تكون بملح طنجد نعم ويلا بعد ذاك بده زمن وبيجوا بيطلعوه
يبيعوا. يلا انت بعد ذاك بتشتريه وبتجي تعمله في البيت. بتطبخه طبيخ الحلفاوي نحن. ممتاز. بنطبخه طبيخ يعني بنعمل بالبصل والدكوة وحب الدقيق. بعد ذاك في ناس تانيين بيطبخوه بطريقة تانية. يلا الدناقلة والمحس بياكلوها نية. بيغسلوها بيصفوها ببصل ابيض. ممتاز. برضه بقراصة؟ بقراصة وحدين بالعيش. ممتاز. طيب من الاكلات الثانية غير الملوحة عندكم شنو؟ عندنا سلابية. اللي هي شنو؟ سلابية بحليب لبن السمنة. نعم. سلابية بالزبادي بالسمنة. سلابية دي قراصة ولا؟ دي الفطيرة هنا بيقولوا الفطيرة. ايوه. نحن بنقول لها السلابية الحلفاوي. تعملها بالسمنة وبالرايب برضو؟ اي نعم. بالاتنين. دي تحلية؟ ايوه نعم بالتحلية. يعني انت لو ما داير تاكل ملوحة بالمثل انك تعمل ويكة بقراصة. نعم. تعمل تحلية. طيب تاني عندكم شنو؟ ممكن تعمل قراصة بسمنة تاكلها تحلية بس بالسمن بس؟ سمنة وموية سكر. ممتاز. اي طيب التبايخ العادية دي يعني انتوا ناس عندكم زراعة يعني البامية والخضرة والحاجات دي؟ بنعمل بامية فرق. نعم. بنعمل فرق سلج. نعم. ورق. نعم. بنعمل ويكة حمراء. نعم. بنعملها. طيب عادل. البيت الحلفاوي معلش ده آخر شيء، البيت الحلفاوي من عمر كم تخش المطبخ؟ من يعني لو صحيح بيت حتخش. نعم. ممكن بعد العشر سنة الأم بتجيب عليها عشان تعلمها. أنا واحدة من الناس. نعم. يعني دخلت مع أمي، أمي بتطبخ بجنبها، أنا كنت بجنب جنبها بحلة صغيرة اتعلمتها. يعني أنا من قمتها لليوم تعلمت العواسة الأبري. الناس هسي بنتي أنا علمتها هسي بتعوس أبريح الأمور. يا سلام. الرقاق بتعوس. يا سلام. يعني ما بتعمل تركي ملوحة؟ لا بس بتاكلها. بتاكلها؟ بتاكلها ما يتعلمت. يا أخي ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لون يا رب العالمين. ونحن سعيدين يا إخواننا. آمين. مع سمية ماهر الليلة تمتعنا بالملوحة حبابة بالقراصة. حبابة. وده الأكل الحلفاوي والنوبي الأصيل. نعم. أنا سعيد جدا جدا في هذه الحالة إنه نمشي شمالا وفي الشمال مع هن النوبيين ومع هن النوبيين نكون مع الحلفاويين. وسعيد جدا بغامات كبيرة كانوا ضيوف عزاز علينا. بروفيسور مصطفى عبدو نورتنا كثير والله وكنت ضيف عزيز علينا. وأيضا الدكتورة الراغية عفاف شلبي والفنان المبدع عاصم ختام والفرقة الموسيقية والفرقة الاستعراضية المصاحبة له. وأخيرا أختنا سمية ماهر جهزت لنا الوجبة الجميلة دي. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليله مع هنا الحلفاويين وبتراثهم وبفنهم وتستمتعوا معنا بالملوحه اللي حنقدمها. حتى الحلقه الجايه بترككم في امان الله ورعايته وبقول لكم دمتم في امان الله. يا سلام Sainam, aiga kubri to na sainam e, avgarin kiti da sainam e, smarlo na. Adem adem na shama hille, galila ya samra, azahirai galgue na smarlo. يا سلام ادي كنا ساتيجينا مي ساتيجينا مي ساتيجينا مي ادي كنا ساتيجينا مي موتا ملكا ظهيرنا
الرماد والغون من ولا ميعاد ولا كونزرا ديغا سمرا شبشبا كارنقر قلتو نقر شمتاني تغرب كناني واتيلا شبر ولي ولي تنقر قلب تنقر ورقة تنقر قلب انتاني سمر اللونة يا قميص نشيكم بيكوب كتجنب ما يكون أي قرفة قبرك ينمي واسمار اللونة سلام سمرا من ديل هدية تونيغا كفرين ديل شوزيغا قيدا من وانيوك أغا كونسيغا نافي نافيلوك أغا دينسيغا سوار اللونة سمرا يستاهلك كتين نمانا من داري أي قلبي نمو دم أسمر اللونة يا سلام بقيت النير بقدرة جا بقيت النير طبا ولا جا بقيت النير قنكر ذرو بركة نفس جا سمر اللونة يا جماعة ولا تنيك وو تسكو كن صوتك قجو كل دايد وجدنيك الهالا لي جاي من اسمار اللونة يا سلام أي جمالك يا سلام اللي صبر حالك يا سلام اللي أي جمالك يا سلام اللي صبر حالك يا سلام اللي من طول تلك سنة تلقى يجيب هو اللي يكا لازم جزيرة ويلنا يكا مويتر وريتر شديرة يكا موزي وركا فر شديرة يكا سير الفواكي فتمين دونا تيرا سوار اللونة يكا جبريل كيرتي قد كيركم ملايكا يوني ملايكا قل قلم مدير اسمر اللونة يا سلام يا سلام وادي هل هو مستو يكا
لقيت كل تمنى يا سلام وادي هلفة دوني انت لقيت كل تمنى إلا توم فنجيك أو فامي قلو إلا توم فنجيك أو دي اللينا سمرلونا عصو بين اثنين نتي اندارت يا سبرا تحلفلو فجودي رو سمرلونا